ايضا الهدف هني نطالع حمد الله في موقف تسلل، هل اعاق اعاق من زاويه او اعاق اللاعب النصراوي من اخذ الكره، نلاحظ هني في موقف تسلل فقط، وايضا لم يعق لم يؤثر على المدافع النصراوي، ولو تلاحظ في مسافه، ولو نعيد شويه نعيد اللقطه نطالع ان اللاعب النصراوي المدافع النصراوي ركض بكل سرعته ولم يقير، شوف السرعه اللي قاعد يركض حمد الله لم يقير من اي يعني من اي سرعه للاعب الاتحاد النصراوي، لم يعق رؤيته لم يؤثر عليه، بس مجرد في موقف تسلل حاولق حاول يغير مكانه، فالقرار في فهم كبير والقرار صحيح، الهدف صحيح. اي لاعب فيه اللي ما غير سرعته؟ الفارو. شوف اللاعب الثاني طيب اللي هو سامي النجعي. سالم النجعي شوف شوف خلاص شوف شوف اترك الفارو. نوقف صوره الحين، حمد الله في موقف تسلل استلم الكوره، رومارينو مستلم الكوره. طيب الحين اذا في تاثير او اعاق من يصير على الفارو، اي الفارو اللي هو اللي ورا اللي ورا اي نعم. طيب لا شوف شوف اللاعب شوف سامي النجعي الحين، سامي النجعي يلحق رومارينو يلحق 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 الان روما صح؟ اي نعم. طيب شوف الحين تحرك اللي هو تحرك منه حمد الله على وين راح؟ راح للاعب سامي النجعي صح؟ اي نعم. طيب ما هنا ما تعتبر هنا انه برضه اعاقه زي ما قلت انت انها عاق رونالدو عاق اللاعب الثاني في الحلقه اللي داخل في اللعبه؟ ايوه شكرا على التوضيح دي. شوف نلاحظ هني المسافه ما يقارب ما بين سامي النجعي وحمد الله ما يقارب مترين. هني وهني تسددت وما يقارب مترين، فالتاثير مو موجود. في الحاله الاخرى الاسبوع اللي طاف في احتكاك جسدي صار ما بين رونالدو ولاعب الباطن، فذي في اختلاف. فأنا أشوف أن الهدف سليم وفي فهم لمادة التسلل من قبل حكم الساحة من قبل المساعد وأيضا حكام الفار.